السلام عليكم الإخوان، معكم قناة عمر للحمام في فيديو جديد إن شاء الله. اليوم جينا عند أحد أبطال جمعية جوهرة الولفة، البطل المعروف، وبحضور أحد أعضاء مكتب جمعية جوهرة الولفة السي عبد الرحيم مترجي، ومعنا البطل أحد أبطال جوهرة الولفة اللي غيقدمنا نفسه الآن، ونخليو ليه الكلمة يقدمنا الاسم ديالو إن شاء الله. السلام عليكم، معكم لوينا عمر عن جمعية جوهرة الولفة، بونو كباقي الموالي الحمد لله. و شنو نقول لك، الحمد لله دازت مرحلة الصغار تبارك الله مزيان، و شنو نقول لك، كانت منافسة قوية تبارك الله العام شوية، يعني كل عام الحمد لله تعرف الجمعية، يعني كل عام كيتزادوا أبطال ومنافسين، والحمد لله على كل خير. ومعنا الأخ والصديق محبوب عبد الرحيم مترجي، والطونديم ديالي يحيى العوينية يحيى والعوينية يعقوب. يعقوب وبالنسبة للرتبة شحال كانت في ليطاب؟ الحمد لله رتبة، حصلنا على رتبة الثامنة. الثامنة في ليطاب وسط أكثر من 90 مولوع. يمكن اللهم بارك. 94 مولوع ماشي ساهلة باش غادي. الحمد لله على كل خير، شوية صافي الحمد لله. وسط الأبطال مرحلة السرعة. والاخ العوينه، يعني كي دازت عندك هاد المسابقات ديال الفيتاس دوزتيهم مزيان؟ المسابقه الاولى حد ولا تفرجت المسابقه الاخيره سيد المختار، يعني الانجازات اللي حصلتي عليهم شحال انها رتاب؟ الحمد لله كانت منافسه كي قلت في الاول كانت قويه شويه الحمد لله، كاين موالي تبارك الله تزادوا هاد العام يعني قويين الحمد لله، كيمتازوا بحمام قوي ديال السرعه، والحمد لله ما خيبناش الله سبحانه وتعالى وجاء الله التيسير. المهم عندنا واحد طروازيام في سيدي بنور الثانيه، وعندنا واحد كاطريام سانكياما في روند شماعيه الحمد لله على كل خير، واحتلينا المرتبه الثامنه في المرحله، وكنتي ديما يعني من الاوائل تقريبا، يعني قريب الحمد لله، قريب الحمد لله. نعم، ومعنا الاخ بطل عبد الرحيم مترجي احد اعضاء جوهرة الولفة. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حنا جينا زياره عند العوينه عمر والطونديم ديالو يحيى ويعقوب، يعني الابناء ديال العوينه عمر، لانه الخلف ديال عمر يعني الموالي اللي جايين، هذا من غادي يدير الاختصاص في المسافه الطويله. ايوا جينا تبارك الله خويا عمر من الموالي، يعني اللي يعني ماشي حد قدامي، من الناس اطيب الناس، داكشي انا باش جيت لعند العوينه، الناس اللي كنحتارموهم والناس اللي كيقدروا القيمه ديال المولوع واللي كيعرفوا حق الحمام، وتبارك الله الله يبارك ليه يا جماعه، الله يبارك ليه في الحميمات ديالو، لانه كما قال لك المنافسه ماشي سهله باش غادي دير ويتيام في الفيتاس، وكاين 94 مولوع، وتبارك الله الموالي الجداد كلهم دايرين الاختصاص يعني في الفيتاس، يعني منافسه قويه جدا، والحمد لله ونشكروه لان الرتبه عنده الثامنه ماشي سهله، والله يسخر ليه لا في الحميمات ديالو لا في الوليدات ديالو لا في الحياه ديالو. الله يسخر لي. كما قلتي الاخ عبد الرحيم مترجي كانت منافسه قويه حتى الاخر مسابقه. منافسه قويه. نعم. لان واحد جوج مطالق دازو صعاب جدا، لان كانوا شي دراري تا هما داخلين في ليطاب، ولكن دوك جوج مطالق اللي صعاب يعني. نعم. يعني هربوهم، يعني ما ديكلاروش، يعني تلاحوا بزاف، والعوينه عمر كان من الاوائل ديما مع الاوائل، وخا ما في هذاك المطلق الاخر كان شويه يعني صعيب، ولكن بقى شاد ومركز باش يبقى في اللقاء. الحمد لله. بالنسبه لسي عمر العوينه، المسابقه اللي دازت عندك زوينه في هذا المنطلق؟ مسابقة الشماعية كانت ديكلاراسيون زوينة. كاين شي أصدقاء ديالي صحابي كيقول لي الشماعية بحال اللي كتعرف بزاف، الحمد لله في جمعية الحسني كنت كنلعب فيها الحمد لله، المدرسة ديالنا فين يعني ما كبرنا، والحمد لله
نخوض الحمد لله لا في الاول فان في الحسنية في اي جمعية كنمشيو كنعرفو الناس الحمد لله على كل خير. الجمعية الحمد لله بحال تقول سبحان الدين كتعجبني كنلعب فيها كيجيب الله فيها التيسير. يعني عندك انجازات قبل الترومي ناس كاع في الحسنية الحمد لله واني داكشي تيسير من الله سبحانه وتعالى خويا كلشي مولاه الحمد لله. حنا مولهين وناشطين مع الكباب وهادي ولاعه كنبغيو نضحكوا مع الاخوان ونشطوا كي رابح كي خاسر كلنا رابحين. انسان ماشي حيت ما دخلش في ليطاب ولا ما ضربش ولا هذا الربح الكبير هو انسان ملي كتلتقى بالانسان في يعني في الجمعيه في القهوه عند شي صديق هكا هذيك هو الربح. اما الحمام الحمد لله راه عام على عام واللي ما عندوش عام على عام ان شاء الله باذن الله غيكون مزيان غير ما يعني ما كي نقولوا ما يطيحش لاكارد يعني يجتهد يشوف على سولانات مزيانين يقلب على ناس مزيانين يريح معاهم باش يستافد ماشي غير يبقى يقول لك انا ما عنديش وكذا وهذا. الحمد لله على كل خير. الحمد لله. جينا يعني في زياره عندك الاخ عمر يعني تقدر تحدث لينا على اول عام لعبتي يعني امتى بديتي مسابقات؟ المسابقات اول عام اي اول عام 2002 بديتي الاولى 2002 الحمد لله بدينا شي ديال المسابقات في جمعيه الحي الحسني كي قلت لك من 2002 وانا كنلعب في الحي الحسني حتى 2011 ما شاء الله عام الحمد لله 2011 لا يا ربي 2014 لعبت في الجمعيه ديال الجمعيه الحداويه كنشكروا عز وعدي الدان تا هو مجدين عمر هذا السيد والحمد لله دابا الثلاث سنين الاخيره ملي ولات عندنا هنا عاوتاني الجمعيه في جوهره الالفه حنا لاعبين مع الاخوان والحمد لله على كل خير فين ما مشينا الحمد لله كيجيب الله التيسير هذا هو اللي كاين الحمد لله. الاخ عمر العوينه بالنسبه لهذا العام كيف جاتك تغطيه ديال جمعيه زوارات الولفه من تنظيم هذه المسابقات يعني لا من ناحيه نقل الحمام لنقطه السباق ولا جمع الحمام يعني كي دايره الامور واش غادا مزيان الحمد لله. الحمد لله اول حاجه نشكروا الاعضاء ديال المكتب ديال زوارات الولفه برئاسه العام الساوي والاخ مباريخ مبارك اخ زبالو يعني الاخوان كاملين ديال المكتب وكان ما نساوش نشكروا الاخوان ديال الناس ديال الجلود جلاده منعيم تبارك الله حتى هو كيخدم تبارك الله يسخر ليه والحمد لله يعني الجمعيه غادا في تطور كبير عام لعام الحمد لله كاين نظام غادي كيس يعني الناس الحمد لله كتسمع وكتستافد وغادي في تطور كبير الحمد لله من ناحيه النظام من ناحيه الترونسبور من ناحيه كل شيء الحمد لله على كل خير الحمد لله. والاخ اعضاء مكتب جمعيه زوارات الولفه على الاخ ديال الصديق العزيز العوينه عمر يعني غنعطي واحد الكلمه الطونديم ديالو على باش ندور انا انا نقول كيفاش كيبان لك الحمام انت مع خباك فاش كديكلاري كيفاش كتحس انت مزيان المهم طونديم شي حشومي المهم راه كيبين لك الفرح كيبان نعم وكما قال لك الاخ والصديق العويله عمر بالنسبه يعني المكتب ديالنا راه كيديروا المجهود باش يكونوا في المستوى وكنشكروهم بزاف كلهم وكنشكروا حتى جمعيه حي الحسني لان راه حتى هي راه المدرسه ديالنا ودزنا فيها وكنسلموا على جميع الاخوان وكنقول لهم زيدوا في الاجتهاد بعضياتكم وكونوا بعضياتكم راه يد وحده كبحال هكا لا حي الحسني لا الولفه راه بحال ما كاين حتى مشكل هذوك ديالنا وهذو ديالنا بحال هذا هو اللي كاين اخويا عمر وكنشكروا قناه عمر اللي كيدير المجهود بزاف قناه عمر صراحه مزيانه كيدير المجهود وكنشكروه وكنشكروا العوينه عوينا عمر والطونديم ديالو يحيى لانه استقبلونا بواحد الاستقبال راه كانوا غادي يجيبونا الغياطه والحمد لله وحنا قولي اليوم لا لا بلاش لا ما دير والو
وفرحوا بي له الاول هذاك الشيء لك ديجميلنا هي كيهز لك الحال.